أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. اليوم زار العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، واليوم أيضا زار تعز المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غراندبورغ في زيارتين متتاليتين. كان قد سبقه إلى محافظة عدن المبعوث الأممي، وهنالك عدة تصريحات للمبعوث الأممي في تعز، وهنالك أيضا عدة دعوات لوقف إطلاق النار. الزيارتان تأتيان في ظل وضع اقتصادي متدهور وتدهور للعملة الوطنية، وأيضا هنالك عدة رسائل من الحكومة اليمنية بعثت إلى المبعوثين، وأيضا هنالك زيارات للمبعوثين إلى الرياض. ما الذي تحمله هاتين الزيارتين، وما هدف هاتين الزيارتين ودلالة التوقيت في ظل كما قلنا وفي محافظة تعز بالذات هنالك حصار يفرض على المدنيين هناك، وهنالك تصريحات مهمة للمبعوث، ويعني أمل من الشارع خصوصا في محافظة تعز أن تترجم هذه التصريحات على أرض الواقع، وأن يتم فك الحصار عن محافظة تعز وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وأيضا الإصلاحات الاقتصادية. أيضا الوضع في محافظة مارب هنالك يعني هجمات مكثفة من قبل الميليشيا الحوثية، وهنالك بالتزامن دعوات لوقف إطلاق النار. ما تفاصيل هاتين الزيارتين، وأيضا كما ذكرنا ما هي الأهداف عقب هذا الفاصل؟ طالب المعمري مراسلنا من عدن، مرحبا بك طالب. ماذا عن زيارة المبعوث الأمريكي إلى محافظة عدن؟ حدثنا أولا عن هذه الزيارة، ثم حدثنا عن الزيارة التي سبقتها يعني بيوم زيارة المبعوث الأممي. أهلا وسهلا أخ بندر. يعني زيارة المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ هو جاء في ظل الزيارات التي كانت لهم في المنطقة من حيث إيقاف التصعيد ميليشيات الحوثي على مارد، وأيضا الانتهاكات التي تقوم بها من إطلاق الصواريخ على المدنيين وكذلك النازحين لوقف عملية التصعيد. أيضا الزيارة كانت يعني قامت بزيارة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وأيضا وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض. فذلك هذه الزيارة هي من أجل إيقاف تصعيد ميليشيات الحوثي، وأيضا إيقاف التدهور الاقتصادي الاقتصادي الحاصل في اليمن. نعم. تيموثي ليندر كينغ هل التقى بأحد غير رئيس الوزراء ووزير الخارجية؟ المصادر الخاصة تقول فقط أنه التقى في مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء، ومعلومات تقول أنه قد ممكن تقريبا قد غادر قبل قليل عدن. غادر متوجها الى اين؟ خارج اليمن. نعم. طيب هنالك زياره سبقتها بيوم يعني زياره المبعوث الاممي، بمن التقى وما هي ابرز التفاصيل، وهل هنالك تصريحات ادلى بها او اي ما من شانه يعني التوجه الى وقف اطلاق النار مثلا؟ هو قام المبعوث الاممي هانس غوردنج وصل انصل الاحد إلى عدن والتقى برئيس الوزراء، وأيضا التقى بوزير الخارجية. الهدف من هذه الزيارة حسب المصادر هي تأتي لجهود الوصول إلى حل سياسي برغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بعزم داعميها في طهران، كذلك ضد المدنيين والنازحين والاستهداف المتكرر لهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مختلف أنواع الأسلحة، وأيضا وقف الهجمات الحوثية المتصاعدة وتعقيد المشهد الذي يمارسه ميليشيات الحوثي من مضاعفات
المضاعفات الإنسانية ضد المدنيين. في إطار تعقيد المشهد، هل طرحت أمامهما يعني ما حدث لعدن خلال الفترة الماضية من تفجيرات إرهابية؟ لم تطبق إلى هذا النقطة، ولكنه الحكومة يعني طلبت دعم اقتصادي ودعم احتياطي بالنسبة لما تعانيه المناطق المحررة من انهيار في العملة، وكذلك ارتفاع الأسعار وما يتطلبه المواطن من توفير للخدمات الأساسية. طيب، هل هنالك أصداء لهاتين الزيارتين في يعني بالنسبة للمواطنين بالنسبة للشارع العدني؟ أخي، الشارع العدني في عدن أو في المدن الأخرى ينظر إلى زيارة المبعوث الأممي كأي زيارة لشخص يعني عادي. كل الأعمال التي كان الشارع يعملها في هذا المبعوث وغيره السابقون افتقدها الشارع في عدن، لم تعد هناك أي توقعات أو أي شيء جديد. الشارع يعاني اليوم من حياة يعني مرة وصعبة. الشارع يعيش جوعا وعطشا وفقدان أبساط مقومات الحياة. لم تعد هناك أي جدوى لهذا المبعوث أو ذاك، سوى اللعب على أوتار الشعب الذي كان الذي كل يوم يتجرع. فأي انطباع يعني يتحدث عنه، الصورة أصبحت اليوم ضبابية، يعني لم يعد أمل في شيء، في أي شيء، قرارا مجرد حبر يعني على ورق زيارات تلو الزيارات. طيب، يعني ألم يلتقيا بمواطنين مثلا لم ينزلا إلى الشارع، فقط كانت الزيارة يعني بالمسؤولين؟ فقط من المسؤولين، لم ينزل يعني إلى أن ينزل إلى الشارع أو تفقد المواطنين وماذا يحتاجون وما هي مشاكلهم، هذا لم يحدث أو لم يكن متواعني تقريبا ضمن حقهم الخطة أو البرنامج اليومي. نعم، طالب المعمري مراسلنا في عدن، شكرا جزيلا لك. الأستاذ فتحي بن الأزرق رئيس موقع عدن الغد، مرحبا بك أستاذ فتحي. أهلا وسهلا بكم. نعم، كيف تنظر لهاتين الزيارتين ودلالة التوقيت؟ العالم الخارجي يتحرك، ربما منذ عام زاد التحرك الدولي فيما يخص الحرب في اليمن، الحرب في مأرب، الوضع الاقتصادي السيء. هو يبحث أيضا فيما يخص مناطق الحوثيين، فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية، أيضا يبحث فيما يخص المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، فتح ميناء الحديدة. كل هذه التحركات ربما تتجه في أو ربما تنصب في مسارين. المسار الأول إنساني وهو فتح المطار والميناء وأيضا البحث عن سبل منع تدهور العملة، والثاني سياسي بهدف تحريك ملف الأزمة السياسية في اليمن والدفع الأطراف كلها إلى ربما جولة مفاوضات جديدة. لكن العالم ربما يركز بشكل أكبر خلال الفترة الحالية على المسار الإنساني بشكل كبير. هناك تدهور كبير للعملة، هناك ضعف في الاقتصاد، هناك توقف صرف المرتبات، يلح العالم أكثر من مرة على ضرورة أن تمارس الحكومة اليمنية نشاطها من عدن، أن يكون هناك تطبيق الاتفاق الرياضي. لكن للأسف الشديد عامة الوضع الميداني على الأرض في مأرب ربما في أبين بين الحكومة والانتقالي، ربما على المستوى السياسي بشكل عام متعثر، العملية السياسية متعثرة، والوضع الاقتصادي في اليمن للأسف الشديد يتدهور. هذه التحركات نخشى أن تكون مجرد رفع الحرج عن وجه المجتمع الدولي، كي لا يقال أن العالم تدخل أو أن العالم تحرك لأجل إنقاذ اليمن أو تحريك المهن الراكدة أو تحريك هذه الملفات. نحن نخشى أن يأتي المبعوث الأمريكي، أن يأتي المبعوث الدولي وأن يغادر دون ما أي حل أي قضية. الحل أو المهم في أي زيارة أو في أي تحرك دولي هو ما هو الحل للناس، ما هو الحل للكثير من القضايا العالقة. أنا أخشى أن يذهب المبعوث الدولي ربما إلى تعز، إلى عدن، إلى مناطق كثيرة، ثم نصل إلى ندور في نفس الحلقة أن المشكلة لا تزال قائمة. نحن بحاجة فعلا أن تتحرك الكثير من الملفات، وأولها الوضع الاقتصادي، وقف انهيار العملة، دعم الاقتصاد اليمني، دعم الحكومة أو الدعم على الأقل الحكومة فيما يخص صرف المرتبات لكي نرى حالة من انفراجها. هذه الزيارة تأتي والانهيار فيما يخص الصرف متواصل، صرف يتواصل انهياره في ظل هذه التحركات. نحن لازلنا ننتظر أن تخرج الحكومة لتقول للناس ما الذي تحقق على الأقل خلال شهر أو شهرين من هذه الزيارات. نعم،
المبعوث الأممي زار محافظة تعز وتحدث عن الوضع الإنساني هناك، وأيضا عبر عن أسفه إزاء الجريمة التي استهدفت الأطفال. يعني كيف تنظر أيضا إلى هذه التصريحات، وما أهمية أن تترجم هذه التصريحات على أرض الواقع، ومن المعني بترجمتها على أرض الواقع؟ التنديدات الدولية للأسف الشديد ربما منذ 3 سنوات أو 4 سنوات في الحرب اليمنية لم تخرج إلى إطار عملي. العالم يندد والمجتمع الدولي والدول الأوروبية تندد، فيما هناك للأسف الشديد جسر جوي ينطلق يوميا من هذه الدول التي تندد إلى صنعاء لدعم بشكل أو بآخر. الميليشيات الحوثية في الأخير هي تستفيد من حالة الدعم هذا. حالة التنديد الدولي إذا لم تتصل بتحرك حقيقي إلى الأرض، يوقف مثلا الهجوم على مأرب، يوقف عملية استهداف المدنيين سواء في محافظات الحديدة في ساحل الحديدة أو في محافظة تعز أو غيرها، إذا لم يكن هذا التحرك الدولي له آثار حقيقية على الأرض فلا طائل منه. ما الذي يستفيده اليمن أو ما الذي يستفيده المجتمع اليمني من تنديد المبعوث الأمريكي أو تنديد المبعوث الدولي إلى اليمن بهذه الجرائم؟ نحن بحاجة أن يكون التحرك فاعلا وحقيقيا لمنع هذه الجرائم لوقفها للتقليل منها على الأقل. لكن للأسف الشديد الحوثيون منطلقون وبقوة في كافة الممارسات العبثية تجاه الشعب اليمني، سواء من ناحية القصف، من ناحية التهجير، من ناحية التدمير. كل هذه الخطوات للأسف الشديد تظل حبرا على ورق، لأنه منذ 5 سنوات ربما 4 سنوات نحن لم نرى أي تحرك حتى في مجال منع القيادات الحوثية من السفر. القيادات الحوثية تسافر وتغادر وتعود وتمارس حياتها بشكل طبيعي، فيما يظل المجتمع الدولي مقتصرا على التنديد أو حتى تسمية المعرقل للعملية السياسية. بالضبط، العالم أو المجتمع الدولي أو الدول الراعية للاتفاقيات للأسف الشديد لا تملك أي فعل حقيقي فيما يخص حتى فرض عقوبات. هناك ربما عشرات القيادات الحوثية التي تغادر من صنعاء إلى مسقط إلى دول كثيرة، للأسف الشديد لا تلاقي أي تحرك دولي يفرض عليها أي عقوبات من أي شكل كان. نعم أستاذ فتحي، يعني والملاحظ يعني مع كل تحركات لأي مبعوث أممي سواء الجديد أو حتى من سبقوه، يعني قبل التحرك هنالك عنوان عريض وقف إطلاق النار، ولكن نرى هذا التحرك الأخير والميليشيا الحوثية تقوم بأعنف الهجمات على محافظة مأرب. يعني الأمانة الموضوع مضحك بعض الشيء. نفس العناوين التي يتداولها المبعوث الدولي الحالي هي نفس العناوين التي تداولها المبعوث السابق والمبعوث الذي قبله. وقف الحصار، رفع الحصار على تعز مثلا، إذا نظرنا إلى تعز، رفع الحصار، وقف قصف المدنيين، وقف التهجير، كل هذه الأشياء منذ العام 2015 وكل المبعوثون يتحدثون عنها. لكن شيء واحد من هذه التحركات تحقق على الأرض؟ للأسف الشديد لم يتحقق أي شيء. والقصف الحوثي لا يزال مستمر، الحصار على تعز لا يزال مستمر، حتى في المحافظات الحرة المحررة الأخرى فيما يخص الاقتصاد أو غير الاقتصاد، الهجوم على مأرب، عناوين كثيرة تتكرر. ومن ثم يذهب المبعوث إلى المكان الفلاني، يلتقي بعد من الأشخاص، ثم يصدر بيانا ويعود إلى نفس المكان، وبعد شهر أو شهرين يعود إلى نفس المربع. وبالتالي ما هو واجب الحكومة في هذا الشأن؟ هو للأسف الشديد كان يفترض أن تكون هناك معركة وطنية حقيقية تتشارك فيها كل الأطراف لدحر الحوثيين، لأن الأخير نحن أمام جماعة لا تفهم إلا لغة القوة وقوة السلاح. حينما زحف الجيش وزحفت المقاومة وزحفت القوات المشتركة وقوة الجيش العمالقة باتجاه الحديدة، يومها رأينا الجماعة الحوثية وهي في أضعف حالاتها. لكن للأسف الشديد سارع المجتمع الدولي أو ربما أطراف دولية بعينها لإنقاذ الحوثيين، وفعلا أبرموا لهم اتفاق أنقذهم فيما يخص الحديد. لكن هذا المجتمع الدولي يتعامل للأسف الشديد بمعايير مختلة، وأيضا لا يسعى مثلا لإنقاذ المدنيين في تعز، لا يسعى أيضا لإنقاذ أو لرفع الوقف الحرب في مأرب. مناطق كثيرة للأسف الشديد هو لا يقف إلى جانب الحوثيين. نعم، يبقى معي أستاذ فتحي إذا سمحت. انضموا إلينا عواد الوهباني مراسلنا في تعز. عواد مرحبا بك، ما تفاصيل هذه الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي، وأيضا حدثنا عن التصريحات التي أدلى بها. فعلا وصل اليوم مساء اليوم المبعوث الدولي إلى مدينة تعز في أول زيارة له منذ تعيينه. وصل مساء اليوم، كان له عدة لقاءات تمت مع قيادة السلطة المحلية، واللقاء الثاني تم مع
قيادة الأحزاب السياسية، وثالث مع منظمات المجتمع المدني. تركت قيادة السلطة المحلية الإشكاليات الأساسية لمدينة تعز، منها الحصار المفروض على المدينة. جاء المبعوث الأممي عن على طريق حجة العبد، تلاه التربة على الوصول إلى مدينة تعز، تحدث عن الحصار، عن أوجاع الناس، تحدثت السلطة المحلية عن عدم توفير الخدمات، تحدثت عن القصف اليومي للميليشيات الحوثية. تفاجأنا بترتيب معرض فيتوغرافي للانتهاكات والجرائم البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، كانت على بوابة محافظة تعز. دخل المبعوث الأممي ليتفاجأ بهذه الانتهاكات الجسيمة، إلا أنه لم يعر اهتماما كبيرا بالمعرض الفيتوغرافي، علّه يعني قدم نظرة خاطفة فقط. خرج من الاجتماع، كنا على أمل أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا لنقدم له عدد من الأسئلة، لكنه اكتفى بتصريح إنشائي ولم يجب على أي أسئلة من الطعن الصحفيين. طيب ابقى معي عواد إذا سمحت. علي محمد سرحان، عضو اللجنة الدائمة في محافظة تعز، مرحبا بك أستاذ علي. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، بكم بالمستمعين. أهلا بك. أهلا بكم. هل تعتقد أن هذه الزيارة مثمرة؟ نعم، هل تعتقد أن زيارة المبعوث الأممي يعني مثمرة وستكون لها نتائج إيجابية؟ الحقيقة طبعا نحن جلسنا مع المبعوث الأممي، وفي البداية نشكر طبعا نشكر الأخ محافظ المحافظة، لأنه تحسب له الأول مندوب، يعني مندوب أممي يصل إلى محافظة إلى مدينة تعز. طبعا الأحزاب طرحت له كل ما المعاناة، وطرحنا له وطرحت عليه شروط، وتفهم الموضوع، قال أنا عارف بهذا الكلام. وبعد ذلك عقد مؤتمرا صحفيا، أعتقد أنه وصلكم ما تحدث فيه. طبعا احنا نعتبره نقطة ضوء، لأنه الأول مرة يصل مندوب الأمم المتحدة إلى تعز، ولأول مرة يلاقي كل الفعاليات السياسية. الأحزاب طبعا كلا أدلى بدلوين، منظمة المؤتمر الشعبي العام طرح كل معاناة محافظة تعز في كل الجوانب، وطرح ما هو المطلوب للسلام من شروط، و يعني وضعنا كل الملفات، ولأول مرة تعز تدخل في المعادلة السياسية بعد غياب طويل. نعم، هل اتفقتم جميعكم على طرح أبرز ما تعاني محافظة تعز من فك الحصار، من المعاناة الاقتصادية التي يعانيها أبناء تعز، من توفير الخدمات؟ طبعا بعد الاتفاق الذي تم بين المكتب السياسي في الساحل وفي مدينة تعز، تكللت الجهود والجميع عمل بهذا التوجه، حيث أنه كل الأحزاب السياسية بمحافظة تعز طرحت كل النقاط باتفاق الجميع، وكان الاتفاق مثمر، يعني هو بوادر خير ما حدث، يعني وما دعا له المكتب السياسي. نعم، ابقى معي أستاذ علي إذا سمحت. عواد، يعني المبعوث الأممي تحدث عن الوضع الإنساني، يعني تحدث عن الأسف للجريمة التي ارتكبت في محافظة تعز، ما أبرز أيضا ما تحدث عنه في المؤتمر الصحفي؟ تحدث المبعوث الأممي في زيارته عن الوضع الإنساني العام في تعز، تحديدا الحصار المطبق على المدينة منذ 7 سنوات. انتهى كلامه بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق 3 أشقاء أقوى، انتقلوا إلى الدار الآخرة وبجرت قدم الرابع، وتلاها مجزرة. كما قدم تعازيم لهذه الأسرة التي نكبت بقذائف الحوثيين. تحدث أيضا عن المجاعة التي الوضع الإنساني الذي تعاني منه تعز، يعني مقبل على مجاعة إنسانية. السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ قدمت له الوضع الإنساني بشكل شفاف، طلبت منه المساعدات الإنسانية للخروج الآمن للنازحين،
للناس الذين انقطعت رواتبهم لتقديم الخدمات العامة كالمياه كالكهرباء وغيرها من الأساسيات والضروريات التي تفتقدها تعز منذ ما يقرب من 7 سنوات. طيب عواد، كنت تحدث أيضا أنه تحرك في عدة طرق، هل قابل المواطنين؟ هل رأى يعني المعاناة التي يمر بها الشارع في محافظة تعز؟ كنا نتواصل مع بحكم العلاقات الشخصية، في حين هو يقطع الطريق عابرا التربة وهجة العقب والتربة وصولا إلى محافظة تعز، تفاجأنا بأنهم يعني كان من ضمن الردود أن هناك أعطال حصلت في الطريق للموقف، لكننا هو لم يتحدث مع أشخاص، لم يجد المواطنين، إلا أننا إن نحن من ألقينا أجرينا عدة لقاءات مع المواطنين، كان هناك استياء واسع من الأمم المتحدة، يتحدث أحدهم يقول بعد 7 سنوات من الحرب، من الدم، من الدماء، من الدمار، من الموت، من الحصار، لم يجد بارقة أمل للأمم المتحدة التي تشاهد كل يوم مآسي في مدينة تعز على مدار 4 سنوات سابقة وأمام أنظار العالم. هناك استياء كبير للأمانة من قبل المواطنين، من سواء من زيارة المبعوث الأممي هذه أو غيرها، وكثير من الناس لا يحظهم أي أمل في إيجاد بارقة أمل للخروج من هذا المأزق. طيب هذه هي الزيارة الأولى، يعني هل من أصداء أيضا لهذه الزيارة؟ يعني المواطنين في حالة يتحدثون عن، يقول أحدهم بأن مؤتمر أوتوكوم كان خاص بالحديدة وفي تعز، لكنه نفذ الشق في الحديدة ولم ينفذ في تعز، وظلت معركة الساحل مقيدة بهذا المؤتمر، فيما الحوثي يقصف المدنيين يوميا في تعز بمعارك مجازر شبه يومية ترتكب بحق المدني وتحديدا الأطفال والنساء. لا زال الحصار مفروضا على مدينة تعز، يتجشم المواطن في تعز، المرضى، الأطفال، النساء، عناء السفر للخروج من تعز الشرقي، من تعز الغربية إلى تعز الشرقية كما يقال. باتت اليوم الخروج للمرضى ربما يتوفون على الطريق لطول الطريق بعد أن كانت ربما لا تتجاوز 5 دقائق. هذا الحصار المفروض، الدمار، القتل، الدم، هو على مرأى ومسمع من العالم ولم يعور لنا أي اهتمام. نعم، ابقى معي عواد إذا سمحت أستاذ علي. يعني من الأهمية بمكان أيضا طرح موضوع اتفاق ستوكهولم، وقد يعني تحدث عنه مواطنون كما أفاد مراسلنا، ولم ينفذ من اتفاق ستوكهولم أي بند من بنوده، خصوصا فيما يخص محافظة تعز، ويعني فرض هذا الاتفاق بدواع إنسانية ولا نرى ذلك. يعني هل طرحت هذه المواضيع؟ طبعا احنا في طبعا الأحزاب اتفقت على 3 ملفات، طرحت 3 ملفات، من ضمنها أولا الملف الإنساني، و تحدثنا فيه يعني قلنا فيه انه كانت تعز حاضره في اتفاق ستوكهولم ولكنها غابت من جميع المشاورات ولم تشكل اللجنه التي تم الاتفاق عليها. طبعا طلبنا برفع الحصار عن تعز وازاله الاغرام التي تحاصر تعز وتضرر من الناس والحيوان. طالبنا بتحرير الاسرى والمعتقلين وفقا للاتفاقيه. طبعا تحدثنا مع المندوب معه وقلنا له انه بعد ما تم اللقاء بينك وبين الاحزاب في عدن حدثت اكثر من جرائم شنها الميليشيات على المدنيين العزال في مدينه تعز، وقتل منها كثيرا من الاطفال ومن النساء. تكلمنا برضو عن السلام الدائم الجانب الملف السياسي، والملف السياسي تحدثنا فيه انه السلام الدائم الشامل يقوم على اساس استعاده مؤسسات الدوله القانونيه، والسلام لن يتأتى إلا بالتخلي عن فكرة الولاية وإدانتها، فهي عنصرية تقوم على إدعاء الاصطفاء الإلهي له بحكم الناس بالقوة، وهي تتناقض كليا مع مبدأ الدولة القائمة على المواطنة المتساوية والشراكة وكل المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وتحدثنا أنه من شرط من شروط الذهاب إلى حوار عن أي سلام لابد من ان يسلم ميليشيات الحوثي الاسلحه للدوله. وتحدثنا برضو عن ان يشترك جميع اليمنيين في بناء الدوله، يعني طرحنا عده يعني
عدة نقاط، وبرضه تكلمنا في ملف ثالث وهو الملف الاقتصادي، تكلمنا عن مشكلة العملة، عن تحييد المساعدة الإنسانية وعدم الكيل بمكيالين، تحدثنا عن توحيد المستندات الإيرادية، تحدثنا عن تأمين مرتبات موظفي الدولة، عن تمكين الدولة من إدارة المواد السيادية وإزالة العوائق التي تحدون الاستفادة منها. المفروض أنه مع الإيرادات اللي هناك تذهب التي في الأراضي التي مغتصبة الحلفي تسلم إلى خزينة الدولة الشرعية، يعني كثير من الملفات. وطبعا تكلم معنا في نهاية الاجتماع، قال أجمل ما في اللقاء بأنني تفهمت بأنه في تعز حاضنة سياسية الأحزاب، وإن الأحزاب اليوم خرجت رؤية مشتركة ومتفقة، وهذا سيساعدنا في الأمر، يعني سيساعدنا كثيرا. قال كان أتمنى أن تكون هناك نشاط الأحزاب في المحافظات الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية، لكن للأسف قال نحن مقدرين وأتينا من طريق وعراء ومن منفذ واحد ومقدرين طبعا المعاناة، وسيتم يعني مناقشة ذلك. تعز لن تكون غائبة عن أي حضور في المستقبل إن شاء الله. طيب أستاذ علي، ما أهمية هذه الخطوة أن تكون قيادة الأحزاب يعني قيادة الأحزاب اليمنية تلتقي بالمبعوث الأممي كما حصل في محافظة تعز، وبالتالي يتم عكس صورة إيجابية عن الطرح الذي يعني يتم طرحه؟ الحقيقة نحن أنا أتحدث وقلت له يعني تكلمت قلنا له أنه طبعا نتيجة لسكوت المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة عن ما يحدث من انتهاكات، والذي بلغت حوالي 40 ألف انتهاك، ونتيجة للكيل بمكيالين، طرحنا بأنه هذا جعل المواطن باليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص يعني لا يرى أي جدوى من الأمم المتحدة. لكننا نعتبر هذه الزيارة، تكلمت حتى أنه ابتسم، نعتبرها نقطة ضوء في واحة مسودة، نتمنى أن تتوسع هذه نقطة الضوء، ولن تتوسع إلا بأفعال إيجابية من المسامي للأمم المتحدة ومنظمة تابعة لها. نعم، يبقى معي أستاذ علي إذا سمحت. عواد، ما أبرز أيضا ما طرح من ملفات إنسانية، من تفاصيل إنسانية على المبعوث الأممي، وهل انتهت زيارته، ويعني ما هي نتائج الزيارة؟ يقال بأن المبعوث الأممي في زيارته إلى تعز ستستغرق 3 أيام. المعرض الفوتوغرافي الذي نظمه مركز التوثيق والرصد كان هو خلاصة لجملة الانتهاكات التي ارتكبت كحق المدنيين منذ 7 أعوام، ابتداء من أول المجازر وانتهاء بمجزرة الكامب ومجزرة جبل حبشي الأشرقية أو الأشرفية التي تم فيها قصف مدنيين يقلون سيارة، هم سيارة ليلا. كان هذا المعرض هو خلاصة لهذه الانتهاكات الجسيمة، وكان المفترض على مندوب الأمم المتحدة أن 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 يشاهد هذه المشاهد المروعة، لا سيما أن أغلب هؤلاء المنتهكين هم أطفال ونساء، إلا أن هناك كان مستعجلا على ما يبدو، لم يعر المعرض اهتماما كبيرا. نتائج زيارتي نتمنى أن تكون كما قال الأستاذ علي سرحان نتيجة يعني بقعة ضوء في جسم أسود، رغم أن المواطنين لا يرون في الزيارة أي أمل. عواد الوهباني مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. أستاذ علي، هل تعتقد أن معرض الصور الفوتوغرافية كافيا، أم أن الأولى أن تذهب يعني أسر الضحايا لمقابلة المبعوث الأممي لشرح الوضع وجها لوجه؟ طبعا نحن قدمنا معرض متكامل مع ملفات موثقة، لم تكن هناك فرصة يعني لأنه كان جدوله مزدحم، تأخر في الطريق وبنشر وتعطلت عليهم السيارات أكثر من مرة. طبعا حضر الساعة 1:30، وهذا من ضمن المعاناة التي يعني معاناة بسيطة يعني من المحافظة تعز. هذا الكلام طبعا هو حسبه أنه نحن معانا شريان واحد، وشريان ليس صالح برضه أن يكون كطريق يعني. وطبعا
أوفت كل المنظمات والأحزاب، طرحنا له إحنا بالتفصيل الممل المعاناة وما نعانيه. طبعا هو أخذ يعني تشبه، يعني تشبه، وكأنه أيضا وحدة الصف كانت حاضرة بقوة، لم تتبين الآراء، كانت المواقف كلها مع تعز ومع معاناة تعز ومع رفع الحساب عن تعز، وأن تعز يعني رقم صعب تجاوزه خاصة في الآونة الحالية. نعم أستاذ علي، برأيك كم من كم المدة المتوقع أن يتم فيها حلحلة ولو بعض من هذه الملفات أو الحكم عليه أنه كسابقه؟ والله الكرة الآن في ملعب لأنه نحن كان الجميع صف واحد، وكان الجميع كله على قلب رجل واحد مع تعز. لم ليس هناك أي مكايدات سياسية، ليس هناك أي مطالبات ذاتية، كان كل همنا هو تعز ومعاناة تعز والانتهاكات التي تحدث في تعز، وكل همنا بأنه نحن موجودين يدا تحمل السلاح ويدا يعني تحمل تدعو للسلام الوداع. نعم تدعو للسلام. لماذا لم يتم طرح بصريح العبارة أنه يعني هنالك مبعوثون سابقون لهذا المبعوث لم يحققوا أي نتائج؟ تحدثنا بهذا الكلام وشدنا بحضوره وتكلمنا بأن الصمت والسكوت المخزي والذي شجع ماليشيات الحوثي بالتمادي أكثر في حصار. تحدثنا بأن الحوثيين منعوا عنا الماء، أن كل آبار الماء في المناطق التي هم مستوطنين، تحدثنا بأن منعوا عنا إرسال القمامة إلى المقلب الرئيسي، تحدثنا عن يعني ملفات كانت متكاملة، والأمانة جميع الأحزاب يعني دخلت في موقف رائد، يعني الأول مرة يعني وحدة الصف، وحدة الكلمة، وحدة الطرح، يعني كان أمام يعني شيء أذهله، كان يعتقد انه ما يقع. قلنا له نحن نمارس عملنا السياسي بوسائل التواصل بكذا بكذا، لكن يظل همنا الان الاول والاخير هو ان ترفعوا هذه المعاناه. فهذه ميليشيات لا تعترف بالدوله، هذه ميليشيات لا تخاف من النظام العالمي. المبعوثين السابقين كانوا سبب بما وصلنا اليه، لكن الان الكره في ملعبه. يعني نحن تزامنت هذه الزيارة مع زيارة اليوم للمبعوث الأمريكي إلى محافظة عدن، وقد سبقت هذه الزيارة لمحافظة عدن زيارة المبعوث الأممي. برأيك هل هذه التحركات سيكون لها نتائج في المستقبل، وما واجب الحكومة إذا لم تثمر هذه التحركات عن أي نتائج؟ نحن نعمل ذلك ومحسنين الظن بذلك. ونحن تحدثنا يعني بصراحة بأنه يعني خلاص بلغت الحلقوم، يعني أنه الصبر يعني له حدود، لكن طرحنا أيضا في ما موضوع السلام شروط، يعني يمكن انفردت بها تعز وتميزت، أن يعلن الحوثي ولن تخليه عن الولاية، فأنت تعرف هذا الكلام. نعم. وقيمته أن يترك السلاح، أن يؤمن بكل المرجعيات السابقة، أن إلخ، يعني كانت شروط قوية، وأعتقد أنه حملت تعز مشروع رائد. أتمنى أن تتفاعل معه كل القوى، كل المحافظات، ومنتظرين يعني على أمل لعل وعسى. نعم أستاذ علي، أنتم طرحتم أيضا في بداية لقائكم به شروط، يعني منذ البداية قبل أن تطرحوا كل الملفات التي تكرمت بالحديث عنها قبل قليل، يعني عند طرحكم لهذه الشروط هل لمستم يعني من هذا الرجل تفاعلا إيجابيا، أم أنه يعني سيكون كسابقه؟ يعني هو سجل كل ما طرحناه، سجل كل ما طرحناه، وقال أنا أدرك كل ما تطرحونه، وأيضا قال التعددية الآن الموجودة السياسية والموقف الموحد يعني يبشر بأمال. يعني الرجل
يعني طرحنا له ما عندنا، لكن ما بالنوايا لا ندركها. طيب هل قال انه سيقابل الطرف البليشيا؟ هل تحدث عن تحركاته المستقبليه؟ لم يتحدث عن شيء، لم يحدث عن شيء، وانما سجل ودون كل شيء. وطبعا بعد ذلك كان لنا وقت محدد، وبعدها دخلت. هل طرحتم المعاناه التي تعاني منها من محافظه مارب، وقف اطلاق النار على محافظه مارب، وقف هذه الهجمه الشرسه على محافظه مارب، وقف اطلاق الصواريخ على رؤوس المدنيين خصوصا في تعز وفي مارب وفي مختلف الجبهات؟ بالنسبه لنحن طرحنا ما يخص تعز، وطرحنا الصمت الكبير والمجهول الذي تمارسه المنظمات الحقوقيه حول ما يحدث في مناطق الشرعيه من قبل الحوثيين بشكل عام. طيب عند طرح هذه النقطة، الصمت على المجازر التي ترتكبها الميليشيا، هل كان هنالك رد أم صمت وتدوين فقط؟ لا كانوا يدونوا، لكن طبعا احنا ننتظر منه رد، طرحنا له ما لدينا ومنتظرين الرد أن يعني يكون عملي. نعم، الأستاذ علي محمد سرحان عضو اللجنة الدائمة، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.